صار رئيس جامعة القاهرة السابق قال انه يعني ممكن تأدية الامتحانات للسنوات النهائية في الجامعات يعني مشكلة ومعضلة ليست سهلة، انما هو عنده حل. معي على التليفون صديقنا المحترم الاستاذ الدكتور جابر جاد نصار. اهلا وسهلا بيك يا فندم، وحشنا. اهلا اهلا يا استاذ سيد، مساء الخير. ربنا يكرمك، وحشنا دكتور جابر. والله بخير الحمد لله، وانت كمان. ربنا يكرمك فندم. ايه بقى الحكايه فندم؟ كيف ممكن احنا بس في البدايه بنقول ايوه فندم انه بن بن بناكد على حاجتين اساسيتين. ايوه فندم. الحاجه الاولانيه ان لازم كلنا ندعي لكل مسؤول موجود في الدوله الان ان ربنا يوفقه ويكون معاه يا رب، لان كل مسؤول هو في الحقيقه قابض على الجمر. طبعا الظرف صعب جدا والكلام سهل، انما عند خيارات الفعل المسؤول هو اللي بيتحمل المسؤوليه. طبعا يا فندم. لذلك انا شخصيا عقلي وقلبي مع كل مسؤول في مصر في ظل الازمه التي يعني تعيشها العالم، يعيشها العالم وليس البلاد فقط. مختلف تماما عن الثانويه العامه. وهو ايه بقى يا فندم؟ احنا بنقول النهارده انه كما اعلنت الجامعات انه الطلبه تم لها دراسه المقرر اونلاين، يعني أيوة. كل الجامعات النهارده اعلنت ان الطلبه في السنه النهائيه وفي السنوات السابقه درسوا المنهج اونلاين. ايوه فهمت. السنوات السابقه الزم كل طالب ببحث. يبقى مشكله السنوات النهائيه. أيوة حقيقه فهمت. انه النهارده في بعض الكليات اولا عندها خمس ست مدرجات، كل مدرج يسع مثلا من 500 ل 1000، انما عدد الطلبه فيها ما لا يقل عن 30,000. فالنهارده لما هتيجي تعمل الامتحان في مخاطر كبيرة جدا من تفشي العدوى بين الطلاب، وممكن الطالب نفسه ياخد العدوى ولا يبانش عليه اثار، انما يكون حالة معدية لغيره فيضر مثلا اهله امه ابوه. طيب حاجة. وبالتالي يا دكتور الحل جاي. الحل بقى انه بنقول انه مواد الترم الثاني وهي في المجمل ما بين اربع وخمس مواد في الكليات، ده دي المواد دي امتداد لمواد درسها الطالب من سنة أولى لغاية سنة رابعة. أنا هضرب مثال بالحقوق، مثلا القانون المدني بيدرسه في أولى وتانية وتالتة ورابعة، فالنهاردة هو درس المادة وخلاص أنا اتأكدت أنه هو تأهل، يبقى أنا عايز وسيلة للتقييم، يبقى أخد درجته في سنة أولى في المادة وتانية وتالتة. فلو افترضنا ان هو جايب 16 و15 و17 يتجمعوا ويتقسموا على 3 يبقى درجته 15.5. ده في الكليات النظرية ماشي يا دكتور جابر. ونفس الكلام في الكليات العملية، خليك معايا بس. المواد النظرية في الكليات العملية نفس الكلام. يبقى بعد ذلك مشكلة الامتحانات الإكلينيكية في كليات الطب او في بعض الكليات العملية. طبعا لو في كلية عملية عدد طلابها قليل يعني 100 طالب، ده لن يعجزهم ان هم يمتحنوا اونلاين. مفهوم. هندسه القاهره النهارده بتمتحن اونلاين. ولذلك الكليه العمليه اللي عدد طلابها معقول 100 200 300 ده ممكن يمتحن اونلاين بدون اي مشكله، مع الاتفاق مع وزاره المواصلات ان هي توفر لهم انترنت في فتره الامتحان بصوره جيده وتضمن ضخ انترنت جيد. يبقى ده 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 حل. الحل الثاني الامتحانات الاكلينيكيه، ودي مش موجوده الا في كليات الطب والعلاج الطبيعي والتمريض. ده في الحقيقه يمكن تقسيم الطلبه الى مجموعات صغيره من 5 إلى 10 واتخاذ الاحتياطات الطبيه وامتحانهم داخل الكليات او المستشفيات. ده هيبقى عدد الجروب هيكون 10 15 20. ده كلام محترم يا فندم. هل تقدمت بهذا الاقتراح البسيط السهل قوي لوزارة التعليم العالي في الأصدقاء؟ في الحالة اللي زي دي بقى، في الحالة اللي زي دي يا أستاذ سيد، ممكن نطور امتحان الثانوية العامة وتستخدم الدولة إمكانيات الكليات من مدرجات في التوسعة. مثلا في كل محافظة جامعة دلوقتي
فالنهارده ممكن النهارده المنع التكدس في اللجان، ممكن النهارده يستخدم مدرجات الجامعات لامتحان طلاب الثانويه العامه، فبدل ما في محافظه دمياط يمتحنوا في 200 لجنه يمتحنوا في 300 لجنه لو ان هو اتفتح امامهم مدرجات جامعه دمياط. دي مقترحات رائعه ومحترمه من رجل خبير الاستاذ الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعه القاهره السابق. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. قبل ما اروح بقى البيزنس